أي حديث تعلم القرآن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي حديث صدقة الكلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة طيبة صدقة. أي حديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أي حديث نصف الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. أي حديث في أمان الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. أي حديث فضل الصلاة الصبح والعصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. أي حديث فضل التبكير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. أي حديث الحب في الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. أي حديث سهولة الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. أي حديث الرفق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أي حديث الأخوة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي حديث أفضل الكلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. أي حديث إكرام الضيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أي حديث مكانة الدعاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أي حديث كن فقيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أي حديث كيفية الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.